تجيب منها خلي بالك من المعلومه دي عشان هتحلي بيها كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم طلبه صف الاول الثانوي. ازيكم يا باشمهندسين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده اخر حصه مراجعه، هناخد فيها الثلاث دروس الاخرى في الهندسه. بعد كده في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هيبقى في فيديوهات بتتكلم عن مثلا اهم 50 تمرين موجودين في الاربع دروس الاولانيين او في الخمس دروس الاولانيين وهكذا، وهتلاقي برضو في فيديوهات هننزلها ان شاء الله حل نماذج باذن الله. ثلاث دروسنا النهارده بيتكلموا عن منصف الزاويه وعكس منصف الزاويه وقوه النقطه. ايه هو يا باشمهندس منصف الزاويه؟ قبل ما نبتدي كده سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. في نوعين اتنين من منصف الزاويه يا شباب، في منصف داخلي وفي منصف خارجي. المنصف الداخلي تيجي تلاقيه من راس مثلث كده قاسم الزاويه، انما ما اقدرش اقول انه بيقسم الضلع الا في حاله واحده، في المثلث المتساوي الساقين بس. تمام يا استاذ، ده اسمه يا شباب منصف داخلي. طب ايه هو المنصف الخارجي؟ بتبص تلاقي القاعده دي ممتده كده، والمنصف قسم الزاويه اللي بره. شوف الزاويه اللي بره دي، دي اللي اتقسمت هنا كده. لو انا مسكت مثلا الضلع ده كده وقمت مده، مادد الضلع ده كده بره اهوت، دي كده يا باشمهندسين الزاويه اللي بره اللي اتقسمت، وده كان المثلث، ده كده المثلث اهو، ده اسمه منصف خارجي، ده كان اسمه منصف داخلي. قال لك المنصف سواء كان داخلي او خارجي، النسبه ما بين اضلاعه بتساوي النسبه بين قسمه القاعده اللي هو قسمها او امتدادها. مش فاهم يا استاذ، يعني لو كان ده مثلث كان الضلع ده اسمه سين والضلع ده اسمه صاد والحته دي اسمها لام والحته دي اسمها عين، ما هو المنصف قسم القاعده النسبه. قال اكتب النسبة ما بين الأضلاع، يعني أنا لو جيت قلت سين على صاد، قال لك بتساوي النسبة بين القاعدة، بس خلي بال الناس، إيه يا أستاذ؟ ده المنصف، أنت خدت سين على صاد، خدت يمينه على يساره، يبقى تاخد القطعة اللي تحت اليمين على اليسار. تمام يا سيدي الناس؟ تمام يا أستاذ. طب هنا لو كان المنصف خارجي وكانت الأضلاع برضو سين صاد وهنا عين وهنا لام، قال لك بتقف عند نقطة التقاطع بره كده، أهو يا أستاذ واقف هنا، قال لك أنت هتاخد الضلع النهو عن نهو، أنا هاخد يا أستاذ البعيد اللي هو سين على القريب اللي هو صاد، خدت ده على ده بعيد عن النقطة دي، يبقى ناخد الضلع ده كله على الضلع ده. تاني، النسب ما بين الأضلاع بتساوي النسب من المتوسط لكل رأس من رؤوس القاعدة، ده على ده، يبقى أخد البعيد لأن أنا خدت الضلع البعيد الأول اللي هو عبارة عن عين زائد لام على القريب اللي هو عين. ده يا باشمهندس المنصف الداخلي والمنصف الخارجي. كان المنصفين دول أقدر أجيب لهم أطوال. طول المنصف ده هو المنصف طوله قال لك بيساوي الجذر التربيعي اضرب الاضلاع اللي هو س في ص ناقص ضرب القاعده لام في عين. ها ولو كنت عايز الخارجي، قال لك علشان تضمن ان جوه الجذر يكون موجب اضرب الطويل اللي هو قاعده لام زائد عين في عين ناقص ضرب الأضلاع اللي هو س في ص. بس انت كده جبت طوله. وكان يا باشمهندسين في ملاحظات، تعال كده نشوف الملاحظات ايه. الملاحظات يا شباب هما اتنين، لاحظ وخلي بالك. لو كان معاك منصف داخلي من جوه ومنصف خارجي، قال لك المنصفين دول بيكونوا متعامدين. هواي لماذا يا استاذ؟
ليه بيكونوا متعمدين؟ مش ده خط مستقيم؟ ايوه، الخط المستقيم بكام؟ ب180 درجة. برافو. لما انت قسمته لزاويتين زي بعض وزاويتين زي بعض، مش لو خدت اتنين مختلفين يبقى انت خدت النص ال180 ونص ال180 90. يبقى معنى كده ان المنصف الداخلي والخارجي متعامدان. تمام يا استاذ. طب الملحوظه الثانيه، قال لك ان المثلث المتساوي الساقين زوايا القاعده بتاعته مالها؟ زوايا القاعده بتاعته متساويه. تمام. مش الزاويه الخارجه بتساوي مجموع زاويتين ما عدا المجاوره لها؟ قلت له اه. قال يبقى النقطتين الحمر دول مش المفروض يبقوا قد الخضر دول؟ قلت له ايوه. قال بس خلاص، يبقى انت في الحاله دي استفدت ان الزاويه دي قد الزاويه دي، وهي معاها في وضعيه تبادل حرف الزد. واخد بالك من حرف الزد؟ ايوه. فعشان كده قال لك ان المنصف الخارجي في المثلث المتساوي الساقين يوازي القاعده. المنصف الخارجي في المثلث المتساوي الساقين يوازي القاعدة. ده يا باشمهندس أساس الدرس، تعال نحل بقى عليه. يلا بينا. عاوز مني سين في الحالات دي. قلت له يا أستاذ أنا معايا هنا منصف داخلي بيعمل إيه؟ النسبة ما بين الأضلاع يا أستاذ 3.5/7 بتساوي النسب بين القاعدة. بس خلي بالك، أنت خدت الضلع ده من جهة المنصف على ده، يبقى لازم تاخد في القاعدة كده 3/س. طب س دول فيها النص، اعمل المقص كده، يبقى س بتساوي 6. ممتاز، برافو عليك. كمل اللي بعدها. قلت له ما هي نفس المسألة، س زائد 4/6 بتساوي 6/س-1. تمام. خدنا ده على ده، ما تخدعناش، خدنا ده على ده. اعمل المقص يلا. هضرب السين في كله، يبقى س تربيع زائد 4س. امسك السالب واحد اضربه في كله. سالب سين ناقص 4 بتساوي 36. ساوي السؤال بالصفر يا باشمهندس. زائد 3س هنا ناقص 40 بتساوي 0. حللها. قلت له سين في سين، ال40 دي الخمسة في 8، سالب وسالب. الكبير ياخد إشارة المنتصف والتاني عكسه، ومنها السين بخمسة ومنها السين بسالب 8. ده مرفوض لأن مفيش طول بالسالب، يبقى السين هتطلع معايا بخمسة. يا رب يكون الموضوع واضح. تعال نضرب أكتر. لو جابني مسائل وقفت تنحت لها أتصرف إزاي؟ تعال شوف. بيقول لك إن أ ب لأ ج لب ج بخمسة لتلاتة لسبعة. قمت أنت قايل ده هفرض إن هو بخمسة مين؟ وألف جيم بتلاتة مين؟ هو الرجل عاوز به دال لدال جيم، مش دي نسبة بين القاعدة بتساوي النسبة بين الأضلاع؟ أيوة. خلاص، يبقى دي كده عبارة عن 5 إلى 3. بس خلاص، وانتهى الموضوع على كده. طب يا باشمهندسين، السؤال اللي بعده ده هنتصرف في ازاي؟ ده عاوز يا أستاذ طول الدال ه. طب والدال ه دي نجيبها ازاي؟ عادي ولا أي مشاكل. ده حضرتك معايا قوس قد قوس، يعني إيه؟ يعني زاوية قد زاوية، يعني ده بقى إيه؟ بقى منصف. يبقى 4/6 يا أستاذ قد 2/الهه جيم. تمام، برافو عليك. بسط يا أبو حميد على الاتنين، فالاتنين على الاتنين فالتلاتة، وسطين في طرفين، يبقى هه جيم طلعت بتساوي 3. ممتاز. بس يا أستاذ مش ده اللي عاوزها، ده عاوز هه دال. عادي ولا أي مشاكل. مش أنت عندك الألف ه تقدر تجيبه؟ ده منصف يا أستاذ، كان بيجي إزاي؟ حاصل ضرب الأضلاع 4/6 ناقص ضرب القاعدة 2/3. يبقى هنا 24 ناقص 6 بتساوي جذر 18، 3 من جذر 2، دي ب3 من جذر 2. يا أستاذ هو عاوز ه دال. طبق بقى يا باشمهندس تطبيقات التشابه في الدائرة. شفت ده وتر؟ شفت ده وتر؟
كنا بنقف عند نقطة التقاطع ونقول 2 في 3 بتساوي 3 جذر 2 في ه د. التلاتة دي راحت مع دي، يبقى ه د بتساوي 2 على جذر 2، و2 على جذر 2 هي جذر 2، يبقى طول ه د قيمتها بتساوي جذر 2. يلا يا باشمهندسين، معانا الخط ده طوله ب 12 والقاعده مقسومه، فين المنصف؟ المنصف اهو يا استاذ. طيب النسبه بين القاعده كام لكام؟ لو انا كنت سميت دي سين ودي سين زيها، مش النسبه سين الى 2 سين؟ بقفنا القريبه على البعيده بتساوي الضلع القريب اللي هو ا ج على البعيد اللي هو ب 12. سين راحت مع سين اتبقى واحد فوق حفظ خانه، يبقى ا ج بتساوي 12 على الاثنين، طلعت بكام؟ طلعت ب6. طب السؤال اللي بعده، اداني يا استاذ منصف داخله اهو، تمام، وقال ان الزاويه دي قائمه. طب المنصف الداخلي بيكون عمودي على ايه؟ مش على المنصف الخارجي؟ ايوه، يبقى ده كده منصف خارجي. ماشي، من المنصف الداخلي النسبه ما بين القاعده ب ج على ج د بتساوي النسبه بالاضلاع اللي هو ا ب على ا د، تمام. من المنصف الخارجي معايا يا استاذ ه د على ه ب بتساوي النسبه ما بين الاضلاع اللي هي 4 3. طب لو كتبنا النسبه بين القاعده، مش ب ه على ه د بتساوي النسبه بين الاضلاع 4 3؟ ايوه، يبقى النسبه 4 الى 3. في السؤال الاول لقيته مديني منصف خارجي، مديني طوله. طب مش النسبه بين القاعده بتساوي النسبه بين الاضلاع؟ ايوه، يبقى الدال ج على ج ب بتساوي كام لكام؟ مش 3 ل 6 يعني بتساوي 1 ل 2؟ يعني معنى كده ان لو دي كانت بميم دي بميم زيها، لانه 1 الى كله 2 كله، يعني الحته دي قد دي. جينا كتبنا قانون الطول، الطول بيساوي الجذر التربيعي لحاصل ضرب القاعدة ميم في 2 ميم ناقص حاصل ضرب الأضلاع 3 في 6 18. هنربع الطرفين، يبقى هنا 9 في 6 بتساوي 2 ميم تربيع ناقص 18. 54 زائد 18 بتساوي 72، يبقى 2 ميم تربيع بتساوي 72، ميم تربيع بتساوي 36، ميم طلعت بتساوي 6. هو عاوز الدال ج، ده طلعت يا استاذ ب6. بيقول ان الالف ه والب ج متوازيين. قلت له يا استاذ طالما متوازيين يبقى النسب ما بين الاضلاع، شوف دول كده تقاطع اهو في التوازي. جينا كتبنا النسب يا شباب، بس بصيت في المعطيات لقيته بيقول ان الالف ج ب3 من الالف د، الف ج ب3 من الالف د، يعني لو الالف د دي سميتها بميم يبقى الدال ج ب2 ميم. ليه؟ لانه قال ان الالف ج كله قد الالف د 3 مرات، قلت له معايا واحده يبقى فاضل لي 2. ماشي، جينا وقفنا عند نقطه التقاطع وقلنا ان ه د على الدال ب، ه د على الدال ب بتساوي الالف د على الدال ج، ماشي، بتساوي يا استاذ ميم على 2 ميم، يعني بنص يعني. كويس، مش ده كان منصف؟ طب ما الالف ب على الالف ه هيساوي النسبه دي كانت 2 ل 1، يبقى بتساوي 2 الى 1، وخلصنا. تمام، اخر فكرتين معانا في الدرس دول، ودول اشهرهم، اشهر افكار الدرس. جاب مسألة زي دي وبيقول لو كان ال ب د للدال أ 3 ل 2. قلت له يا أستاذ حضرتك ده منصف للزاوية، ب د للدال أ، طب ما هي بتساوي ب ج لج أ، يبقى 3 على 2 بتساوي ب ج اللي هي ب 15 لج أ. عملنا وسطين في طرفين، قدرنا نعرف إن ج أ قيمته بتساوي 30 على 3 بتساوي 10. معايا دي ب2، يبقى دي بكام؟ ب8.
طب المثلث ده مثلث متساوي الساقين، عرفت ازاي يا استاذ؟ حضرتك مش معايا الزاويه دي قد دي بالتبادل حرف الزد، لان الخطين متوازيين تمام، ودي قدهم. اصبح كده المثلث ده مثلث متساوي الساقين، يبقى ده طوله بكام؟ ب8 سنتي كله. هو عاوز طول السين ه، ما خلاص انت كده جبت طول السين ه ب8 سنتي. الفكره اللي بعدها، فاكر خاصيه انت خدتها في تانية اعدادي ان الخط اللي جاي من راس مثلث عمودي على القاعده وبيقسمها يبقى المثلث ده مثلث متساوي الساقين؟ فاكر المعلومه دي؟ والخط ده كان عمودي وبيقسم زاويه الراس كمان. اصبحت زاويه الراس دي اتنصفت بمنصف اسمه ألف دال. طيب في المثلث الكبير بقى، ألف دال ده بيعمل ايه؟ يبقى معنى كده ان ب دال على الدال جيم بتساوي 4 على 6، يعني ب2 على 3، دي ب2 ودي ب3. هو عاوز ب دال، قلت له يبقى ب دال على الب جيم ادي 2 والب جيم كلها ب5، يبقى 2 على 5. الدرس الثاني في مراجعتنا النهارده بيتكلم عن عكس منصف الزاويه. يعني ايه؟ يعني هيدي لك الاطوال ويقول لك هو ده منصف ولا لا، مش هنطول فيه قوي. تاني اللي هو عكس منصف الزاويه بيتكلم عن حاجتين اتنين. اول حاجه منهم بيقول لو حضرتك كان معاك مثلث، قلت له تمام، قال وكان في خط جوه المثلث قسم القاعده دي كانت ب4 ودي ب6، وهنا الضلع ده كان ب8 والضلع ده كان ب12. لو جيت تجيب النسب ما بين الاضلاع 8 على ال 12 على ال 4 فيها ال 2 على ال 4 فيها ال 3، ولو جيت تجيب النسبة بين القاعدة اللي هي 4 6 على ال 2 فيها ال 2 على ال 2 فيها ال 3، لو النسبتين طلعوا زي بعض يبقى ده منصف. ده عكس النظرية. الحالة التانية اللي بيتكلم فيها بيقول المثلث فيه 3 منصفات للزوايا، بما ان فيه 3 رؤوس. لو في منصف لزاوية قطع منصف لزاوية تانية يبقى المنصف التالت هيمر بالنقطة دي. فاستنتجنا يا أستاذ إن معنى كده إن منصفات الزوايا كلها تتقاطع جميعا في نقطة واحدة، ولو اداني منصفين اتقطعوا في نقطة خلاص التالت هيتقطع في نفس النقطة. تعال نشوف أهم تمارين الدرس ده إيه. المسألتين دول بيتكلموا عن ايه؟ في المسألة الأولى اداني منصف ومنصف، يبقى ده اسمه ايه يا شباب؟ يبقى ده اسمه منصف، يعني ده هتطلع بايه؟ ده هتطلع بسيتا. تمام، لما يكون معاك الزاوية دي ب100، يبقوا الاتنين دول بكام؟ يبقى دي ودي يا أستاذ الاتنين ب80، برافو عليك. مش دول ب80، يبقوا اللي زيهم كمان بره ب80، يبقى أنت كده معاك زاويتين أهم. مجموع الزاويتين دول بيساوي 160، والمثلث ب180 فاضل لي 20، يبقى هنا 10 وهنا 10، يبقى سيتا دي قيمتها بتساوي 10. السؤال اللي بعده، انت واخد بالك ان ده قطر؟ هو يعني ايه قطر؟ القطر يا استاذ بيعمل زاويه قائمه. تمام، برافو عليك، لان زاويه محيطيه مرسومه في نص دائره. طب ما تجيب لنا الضلع الثالث ده بقى من فيثاغورس. مش يبقى جيم ب تربيع بيساوي 35 تربيع ناقص 21 تربيع؟ جبنا ده يا استاذ، طلع جيم ب بيساوي 28. طيب نقسم بقى 28 على 21 فهال 4 على 3، ونقسم 20 على ال 15، 20 على ال 15 تطلع بتساوي برضو 4 على 3 لما قسمنا على الخمسة. تمام، يبقى أصبح ده اسمه إيه؟ منصف. طب الزاوية دي كانت 90، يبقى كل واحدة بكام؟ ب45. طب الزاوية دي اسمها زاوية إيه؟ اسمها محيطية، مش المحيطية نص القوس؟ أيوة، يبقى القوس ده أصبح بكام يا باشمهندسين؟ ب90 درجة. آخر سؤال معانا على الدرس ده بيقول إيه؟ بيقول أنت معاك ألف واو منصف وب ميم منصف. قلت له يبقى اذا جيم ده المنصف، يبقى بما ان الف واو و ب ميم منصفات
للزوايا. إذن جيم دال منصف لزاوية جيم. تمام يا أستاذ. إذن لو أنا سميت دي سين ودي 12 ناقص سين، مش يبقى سين على 12 ناقص سين بتساوي النسب ما بين الأضلاع اللي هي 8 ل 16، يعني بنص. يعني هنعمل وسطين في طرفين، 2 سين بتساوي 12 ناقص سين، يبقوا 3 سين بتساوي 12 لما عدينا دي بإشارة مخالفة كده، ومنها السين الواحدة بتساوي 4. يبقى أنا قدرت أعرف إن أ د بأربعة. الدرس الأخير كان تطبيقات التناسب في الدائرة، تعال نشوفه بيتكلم عن إيه. أول ما ابتدى الدرس الأخير ابتدى بحاجة اسمها قوة النقطة بالنسبة لدائرة. يعني إيه؟ قال لو أنت كان معاك مثلا دائرة زي دي كده مثلا، وفي نقطة اسمها ألف، وليكن إن ألف دي هنا كده مثلا، بالنسبة للدائرة ميم، قال البعد من ألف للمركز ميم أس 2 ناقص نص القطر أس 2 اللي هو الحتة دي كده، نص القطر اللي هو القطعة دي، دي ناق. قال لك دي بتساوي قوة ألف بالنسبة للدائرة ميم. يعني إيه قوة نقطة؟ البعد من النقطة للمركز أس 2 ناقص نق أس 2. وهنا يا شباب بقى فيه احتمالية نتيجين كمان. النتيجين، قال افرض يا باشمهندس إن كانت النقطة دي على الدائرة وده المركز ميم. أنت لو جيت تقول دلوقتي من أ لميم أس 2 ناقص نق أس 2، يبقى قوة النقطة أ دلوقتي هتطلع بصفر، لأن أ ميم أس 2 ناقص نق أس 2، ما هو ده نق ونق، لو طرحناهم هيطلع بصفر. إيه اللي استفدته؟ إيه اللي أنت استفدته؟ قلت له استفدت يبقى النقطة على الدائرة. قال طب لو كانت النقطة جوه الدائرة، أدي أ وأدي المركز ميم، جيت تجيب من أ لميم أس 2 ناقص نق أس 2، ده نق أكتر، ده نق دي أكتر من الألف ميم. ألف الحالة دي قوة النقطة هتطلع قيمة سالبة، فأنت تستفاد من هنا إن النقطة ألف داخل الدائرة. يبقى لو كانت القيمة سالبة يبقى هي داخل الدائرة، لو قوة النقطة بالسالب يبقى هي داخل الدائرة، لو قوتها بصفر يبقى هي على الدائرة، لو كانت كمية موجبة يبقى هي تقع خارج الدائرة. يبقى دلوقتي قوة النقطة لها ثلاث نواتج، موجب بصفر بسالب، موجب خارج صفر على الدائرة، سالب داخل الدائرة. تعال نشوف تمرين. حدد أين تقع النقطة ألف بالنسبة للدائرة ميم. قوة ألف بالنسبة للدائرة ميم بخمسة، كمية بالموجب يبقى دي خارج الدائرة، طالما هي كمية موجبة يبقى دي خارج الدائرة. طب لو كانت بسالب واحد، قلت له سالب يبقى هي داخل الدائرة، طالما القوة سالبة يبقى هي جوة الدائرة. طب لو كانت القوة بصفر يبقى دي على الدائرة يا أستاذ. طب لو كانت القوة بنق، هنا بقى بيحصل لخبطة كبيرة ما بيننا يا شباب. ناس تيجي تقول يا أستاذ دي على الدائرة، ليه؟ علشان قد نق. يا ابني يا حبيبي اهدى كده وركز، ركز. نق دي رقم ولا مش رقم؟ دي قيمة. موجب ولا سالب؟ موجب. يعني أنا لو قلت لك نق بخمسة مش كنت هتشيل نق دي وتحط خمسة؟ أيوه. يعني القوة بقت بالموجب. أيوه. يبقى دي خارج. أنت إيه اللي خلاك قلت صفر؟ لأنك أنت اعتبرت إن قوة النقطة هي البعد بينها وبين المركز. غلط. ده القانون بيقول، القانون إن قوة النقطة أ هي اللي بتساوي أ م تربيع ناقص نق تربيع. في حالة إن أنا أجي أقول لك إن أ م قد نق، أنت تقول لي كده إن القوة دي بصفر. إنما أنا جيت قلت لك القوة هي اللي بنق، يعني رقم بالموجب، يبقى دي تقع خارج الدائرة. خلي بالك من الحاجات اللي زي دي هندسة.
في تلات ملحوظات خلي بالك منهم. تعال نشوف التلات ملحوظات بيقول لك ايه فيهم. بيقول لك لو انت عاوز قوة ألف وانا مدي لك مماس، لو انا اديتك مماس، لو اديتك ده، قال لك في الحالة دي قوة ألف بتساوي المماس تربيع. قوة ألف بتساوي المماس تربيع، ولو انت كنت عاوز طول المماس بيساوي جذر قوة ألف. ولو كنت مديلك وترين متقاطعين واديتك واحد منهم، كأنك بتطبق تطبيقات التشابه بالظبط. قوة ألف بالنسبة للدائرة ميم ده بيساوي ألف ب في ألف جيم، القريب في البعيد. ولو كنت عاوز قوة ه بالنسبة للدائرة ميم، ه النقطة اللي جوه، ما تنساش تحط السالب. وشوف أنا مدي لك أنهي وتر فيهم، وليكن إن أنا مدي لك ده، يبقى بيساوي ألف ه في ه ب. بس كده يا معلم، دول التلات قوانين اللي تاخد بالك منهم. تعال نتدرب بقى ونشوف تمارين. قوة ألف بخمسة أس سالب واحد، قلت له الأس سالب ده يا أستاذ معناه خمس، أنت هتهددني، ده معناه خمس، والخمس ده موجب، تبقى هي خارج. دائرة مركزها ميم، ألف في مستواه، ميم ألف بستة، قلت له ماشي. قانون القوة بيساوي ميم ألف أس اتنين ناقص نق أس اتنين. ميم ألف مديهولك بكام؟ بستة، تربيع بستة وتلاتين، ماشي. يبقى ده كده يا أستاذ بيساوي ستة وتلاتين. هنجيب دي هنا ونجيب دي مكانها، يبقى نق أس اتنين بتساوي ستة وتلاتين زائد تلاتاشر، ومنها النق بتساوي جذر التسعة واربعين بتساوي سبعة. هو عاوز مساحة الدايرة، ما هو المساحة باي في نق أس اتنين، ونق أس اتنين هنا بتسعة واربعين، يبقى بتساوي تسعة واربعين باي. السؤال اللي بعده ده بيقول ايه؟ بيقول ألف نقطة خارج الدائرة، فإن طول المماس ألف ب، المماس ده من عند ب بكام؟ قلت له ده بجذر قوة النقطة ألف. ده قانون يا أستاذ عندي. في حاجة يا باشمهندسين اسمها محور أساسي. إيه المحور الأساسي ده؟ جم بيقولوا لو أنا جيت دلوقتي سألتك سؤال، قلت لك قوة ج بالنسبة للدائرة نون بكام؟ قلت لي ده دي عليها بصفر يا أستاذ. طب بالنسبة لدائرة ميم؟ قلت لي برضو ده جيم عليها بصفر. طب بالنسبة لب؟ قلت لي برضو عليها بصفر. طب وبالنسبة لنون؟ قلت له برضو على الدائرة بصفر. قال لي يبقى ده كده يا شباب اسمه محور أساسي. يبقى ايه هو المحور الأساسي؟ المحور الأساسي ده خط تيجي تجيب قوة النقطة من على أي نقطة عليه، تبص لأهل الدايرة دي نفسها للدايرة دي، ده اسمه محور أساسي. يبقى أنا استفدت يا أستاذ إن ده اسمه محور أساسي. لو جبت منه قوة ألف بالنسبة للدائرة ميم، هتبقى هي هيها قوة ألف بالنسبة للدائرة نون، نفس القيمة، تمام. ومن هنا قدرنا نستفاد إن ألف هي تربيع اللي هو قوة النقطة بالنسبة للدائرة نون. لو سمينا دي سين ودي بتسميها دال، يبقى بتساوي ألف سين في ألف دال. يبقى إيه هو المحور الأساسي يا شباب؟ ده خط يا أستاذ، أي نقطة عليه أجي أجيب القوة بالنسبة للدائرة دي تطلع نفسها نفس القوة بالنسبة للدائرة التانية. تعال نشوف تمارين. في الشكل المرسوم قوة النقطة ألف بالنسبة للدائرة ميم بإيه؟ قلت له يا أستاذ ده أنا معايا محور أساسي، ده كده محور أساسي، تمام. يبقى قوة ألف بالنسبة للدائرة ميم هي نفسها قوة ألف بالنسبة للدائرة نون. طب قوة ألف نون بكام؟ بستة وتلاتين، لأنها بتساوي المماس أس اتنين، خلاص يبقى دي قيمتها بستة وتلاتين. آخر حاجة كان بيتكلم عليها الدرس ده، بيتكلم عن إزاي تجيب زاوية
ناتجة عن تقاطع وترين من الداخل أو امتدادهم برة. إزاي تجيب الزاوية؟ قلت له يا أستاذ قياس زاوية ألف هنا بتساوي قياس القوس الأكبر، شفت القوس الكبير ده، ناقص الأصغر على الاتنين، يبقى قياس القوس ه د ناقص قياس القوس ب ج على الاتنين. طب هنا لو انت عاوز قياس زاوية ه بتساوي قياس القوس الأكبر زائد الأصغر على الاتنين، يبقى قياس القوس ه د زائد قياس القوس أ ب على الاتنين. ده الفرق ما بينهم يا باشمهندس، أو هما دول القانونين. أنا عارف إنك بتقول خدتهم في تالتة إعدادي قبل كده، تعالوا بقى نتدرب على الدرس كله. يلا يا باشمهندس هنحل السؤالين دول إزاي؟ وقفنا يا أستاذ عند نقطة التقاطع هنا، لأن أنا عاوز قوة ألف. ماله ماشي، قوة ألف دي بتساوي 3 في 8 بتساوي 24 سنتيمتر مربع. طب عايزين قياس زاوية ألف، قلت له ده دي زاوية خارجة، ده بتساوي قياس القوس الأكبر ناقص الأصغر على الاتنين، يعني هتساوي 25. السؤال اللي بعده بيقول في الشكل المرسوم أنا عاوز قياس القوس ج د. قلنا له يا أستاذ ج د ده جه بناء عن إن الزاوية بتساوي القوس الأكبر زائد الأصغر على الاتنين. 100 بتساوي 80 زائد الجيم دال، ومنها الجيم دال بتساوي 20، يبقى قياس القوس ده ب20 درجة. أتمنى يا باشمهندس إن أكون قدرت أفيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.